ثالثة أو مستعد للرؤية الثالثة. أسمح بيقول بقى إن الحكام الفاطميين كانوا بيشجعوا الناس الحقيقة على إنهم يعملوا أفراحهم في نفس وقت الاحتفال بذكرى المولد النبوي. يعني لو حد هيتجوز يعمل فرحه ساعتها. فصناع الحلويات حبوا في سنة من السنين وقالوا إيه، طب ما تيجي نعمل قالب حلو على شكل عروسة ونزينه بالورق الملون ونعمل قالب تاني على شكل عريس راكب حصان ورايح كأنه بيتقدم لعروسة. كمان الناس كلها بقت تعمل عرايس في الوقت ده، فقالوا يعني يواجبوا الموضوع. بحيث ان هو برضو ما انت ما تلاقي الترند كده، ده بفكرة ترند بقى. بحيث بقى ايه برضو ان العريس وهو رايح يتقدم لعروسته ياخد معاه عروسة حلاوة هدية. ده فعلا العادة دي لسه لحد دلوقتي؟ العادة دي طبعا لسه موجودة لحد دلوقتي طبعا. وانا فكرت ومن اول اسبوع قلت يا جماعة اللي خاطب يجيب لخطيبته عروسة النهاردة، واللي متجوز يروح يجيب لمراته العروسة والحلاوة والهدايا. بس ولا يجيب العروسة يجيبها برضو سكر، ما يجيبهاش بلاستيك، يجيب اي حاجة، المهم يجيب الحاجة يجيب الهدايا بتاعته حتى لو رمزية. ولقد اعذر من انذر، اللي مش هيجيب العروسة النهاردة ممكن يحصل له مشكلة. طب بمناسبه بقى المعلومات اللي عندك دي يا اخت بسينه، قولي لي بقى، هل زمان كانوا بيستخدموا نفس المواد والخامات اللي احنا بنستعملها دلوقتي في صناعه العروسه؟ اعتقد ولا كان في تكات وحركات بتاعتهم بقى غيرنا؟ اعتقد ان ما فيش تغيير، يعني من يومها ولحد النهارده تالي نفس طريقه عمايلها. السكر انت تصحح لي، يعني انت اضرب الحاجات دي، بيسخنوا تالي السكر لحد ما يوصل للغليان. انت اللي معلمنا. المهم وبعدين أنا بيحصل شفت ايه؟ القالب. انا شفت القالب خشب. بيشكلوه؟ لا، القالب هو القالب بقى كبير كده. ايوه. من جنبين بيتحط عشق ومعشوق ويربطوه بالدبار بخيط جامد. ايوه. والسكر يجيبوا السكر ويقدحوه باذان يكون نحاس. يا سلام نحاس. وبعد ما يقدحوا السكر يصبوه جواه. بعد ما صبوه جواه يبدا ياخد الرطوبه ويبدا ينشف شويه، يروحوا مفضيينه عشان يبقى بس الاطار الجسم الداخلي بتاع العروس او الحصان هو اللي يبقى فيه سكر بس، ويبقى منفرغ من جوه. وبعد كده بيزينوه بقى. بعد كده بينزل بيزينوه بالفرش بالالوان الغذائيه، وبيجيب الورق الملون ده وبيعملوه ايه؟ كرانيش. عشان الفستان بتاع العروسه. انت حضرت الحاجات دي؟ لا انا شفتها بقى. شفتها في الورش اللي في شفتها. باب البحر والحاجات دي. لا انا دايس كل حته. لا انت ما شاء الله عليك، انت عارف كل حاجه. يعني رحت باب البحر ورحت باب الشعريه وكل ديت موجوده لحد اللحظه دي. الفرم المعموله بالخشب اللي بتتعمل بالدبار، تقفل بالدباره، وكمان السطل الكبير اللي بيغلوا فيه السكر اللي هو نحاس، لازم نحاس مش الومنيوم ولا ستانلستيل. على اساس الفرم كمان بينقعوها في برميل ميه عشان تدي صدمه للسكر اللي بيغلي ده. انا هاجي معاك ان شاء الله جوله اتفرج على الحاجات دي كلها. طبعا بمرور الوقت ومع التقدم اللي حصل بدا يحصل تطور وتغيير كبير زي ما انتم شايفين وعارفين على شكل العروسه وشكل الحصان. فجينا مثلا في بدايه